السلام عليكم أصدقائي، في حلقة جديدة سوف نناقش فيها موضوعا يعني جديدا، وهو يعني عبارة عن تساؤل: هل قرار الحكومة بشأن الدخول في المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي هو قرار صائب أم لا، خصوصا وأن أعداد الإصابات هي يعني تزايدت بشكل كبير في الأيام الأخيرة. لكن قبل أن نجيب عن هذا التساؤل، لابد للإشارة أن مقطع الذي طرحت فيه إحدى الصحف الإلكترونية، يعني الصحف الصحفية الإلكترونية صوت العدالة، قد طرحت علي هذا التساؤل في عندما كنت مرا مع أصدقائي يعني بجانب شاطئ عين دياب. لذلك قررت أن أضع فيديو أفسر فيه بعض وجهات النظر يعني وبعض الآراء الشخصية، وسوف أضع مقطعا في آخر الفيديو، في آخر هذا الفيديو يعني مقتبس أو مقتطف من تلك يعني فلنسميها التساؤلات الصحفية. أولا، يعني لابد من الدخول في هذه المرحلة الثانية من حالة تخفيف الحجر الصحي أو الحجر المنزلي، وذلك باعتبار أنه يعني مر 3 أشهر أو 4 أشهر، يعني فماذا سيتغير إن أضفنا مثلا شهرا آخر أو شهرين؟ هل سوف يعني تختفي الإصابات؟ لا أظن ذلك. لذلك فإن المسؤولية تقع على عاتقك أنت تجاه نفسك، يعني من أجل مصلحتك، باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية من نظافة ووضع الأقنعة، وأيضا يعني التباعد الاجتماعي. لذلك فلا بد من أخذ هذه التدابير. ويعني طبعا أنا أؤيد فكرة التخفيف الحجر الصحي والدخول في المرحلة الثانية، وذلك لأنه عكس هذا يعني سوف يؤجج من بؤر القلق والاكتئاب، وكما لاحظتم في الأيام الأخيرة فمجموعة من الأشخاص أصيبوا بالاكتئاب الحاد، ومنهم من انتحر، يعني هناك مشاكل نفسية أخرى. لذلك فلا بد من الخروج من هذه الحالة، حالة البقاء في المنازل بشكل صارم غير ذلك. لكن تقع المسؤولية كما قلت عليك أنت وعلي أنا تجاه نفسي وتجاه نفسك. لذلك فالتساؤل الآخر الذي طرح علي هو: هل الناس ملتزمون بهذا الحجر أو بهذا يعني بهذه الوسائل أو يعني التدابير الاحترازية؟ أجبت بأنه ليس كل الناس كذلك، لأنه هناك من يعني يأخذ بهذه التدابير على محمل الجد، ولكن الكثير من الناس لا يفعلون ذلك، يعني من تباعد اجتماعي ومن يعني نظافة ووضع الأقنعة وغير ذلك. لذلك قبل أن أنهي هذا المقطع، اشترك في القناة ليصلك كل جديد، واعملوا لايك للدعم فقط. انتظروا الفيديو سوف يظهر لكم بعد قليل. إلى اللقاء. يعني احترازية، كل واحد ينتقل قدام راسه، يعني هذا الشيء اللي كاين، يعني وحيت بنادم عاوتاني راه كيف كتشوفوا بزاف ديال الناس تصاب بالقلق والاكتئاب، يعني بالبقاء في المنازل.